مدام الشاطر برحب بيك وبرحب بكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. باخد من كلامك يا كابتن اسلام، مباراه غايه في الصعوبه وليها حسابات خاصه فنيا اكيد داخل المستطيل الاخضر وخارجه كمان مع الكابتن علي ماهر ومستر مارتي لاسارتي اللي في تحضير كان جيد جدا لهذه المباراه. بالفعل وصل الفريقين، فريق نادي انبي وفريق النادي الاهلي، يمكن زي ما انتم طبعا استعرضتوهم في خلال ملعب الاهلي، اللعيبه يمكن مركزه بشكل كبير جدا من معسكر الفريق في فندق الاقامه وعلى الفطار كمان، كل اللعيبه وهي نازله على الفطار يا كابتن اسلام واضح التركيز، لان خلاص زي ما احنا بناكد وزي ما انت بتاكد على طول في الاستوديو التحليلي ان خلاص الفينش بتاع بطوله الدوري مباريات كلها لابد تكون مباريات كؤوس، وان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي تستمر في الضغط، تستمر في الاداء المميز، وسلسله الانتصارات ان شاء الله لن تنقطع حتى نهايه بطوله الدوري العام ويتوج ان شاء الله من خلالها النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي عايز اتكلم معاك عليه في البدايه، طبعا اعضاء الجمعيه العموميه هم اللي بيكونوا متواجدين في هذه المباريات الخاصه بتنظيم النادي الاهلي، في عدد متواجد في المدرجات لكن لسه طبعا تبقى ساعه على المباراه، قبل المباراه بربع ساعه او بثلث ساعه بيكون فعلا يعني العدد متواجد، نتوقع يكون من خلال اسئلتنا طبعا هنا المسؤولين عن تنظيم النادي الاهلي، متوقع يكون من 2000 ل 2500 مشجع متواجدين ان شاء الله في هذه المباراه، مباراه محتاجه دعم الجماهير ومحتاجه تركيز لعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي كل يوم بصمه كالعاده في هذه المباراه، ويستطيع النادي الاهلي ان يحصل ثلاث نقاط هيكونوا مهمين في مشوار بطوله الدوري العام. نقطه كمان مهمه وهي ارضيه الملعب اللي كان فيه تاكيد من خلال اسئله الكابتن محمد يوسف، الكابتن سيد قال بالفعل مستر مارتن قال ان احنا عايزين نكون المباراه في برج العرب، جوده الملعب الخاص ببترو سبورت حتى مع الرش كمان يا كابتن اسلام بتبقى فيه معوقات كبيره جدا، ويمكن الجهاز بيبقى حاطط ايده على قلبه للاصابات لان لعيبتنا بتلتحم بشكل كبير، الاصرار والجديه اللي بنشوفها في الملعب بتحتاج طبعا الارض تكون مستويه، ما بقاش فيها اي مطبات، ما بقاش فيها اي امور تعوق لعيبه النادي الاهلي. يمكن في اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي طلب بالفعل الكابتن سيد كالعاده، ملعب بيترش بشكل بسيط، الجو كمان حر هنا في التجمع بشكل عام او في ملعب استاد بترو سبورت، فان شاء الله باذن الله لعبتنا النهارده تكون مركزه، الملعب ما يعوقناش النهارده، الفوز مطلوب بعيدا عن الاداء، بغض النظر عن الاداء مرحله مهمه جدا محتاج ان احنا ان شاء الله يحصل النادي الاهلي على نقاط هذه المباراه. وباكد كمان من خلالك زي ما انت قلت في خلال دقائق بسيطه جدا كمان يا كابتن اسلام يكون معانا تشكيل الفريقين النادي الاهلي ونادي انبي، وان شاء الله باذن الله يكون تشكيل مميز، يكون مستر مارتن اختار لعيبه مميزه ان شاء الله باذن الله في هذه المباراه. انا معاك كمان يا كابتن اسلام لو فيها استفسارات. شكرا جزيلا يا كريم، وان شاء الله اول ما يكون معاك التشكيل من فضلك اديه لنا على طول عشان نعلنه على قناه النادي الاهلي زي ما